دلوقتي كلنا شفنا تجربة عملية واحدة طلعت قالت كلام، الكلام ده اتحقق، ايه الموضوع ده؟ ده فيلم رعب، كل واحد يخلي باله من كلامه او نخرس احسن. ازاي الكلمة تكون صائبة وتكون عيشوا بكل سعادة الدنيا لانكو اكتر الناس تستحقوها، ويلا بينا بسرعة نسرق من العمر لحظات. النهاردة الفيديو مش هوجهه للستات بس، الفيديو للرجالة وللستات. قانون الجذب من اكتر الحاجات اللي الناس بدأت تسألني عليها على طول، من اكتر الفيديوهات المتشافة على القناة بشكل كويس على طول، من اكتر الاسئلة اللي بتتسألني قانون الجذب قانون الجذب، كلمينا اكتر كلمينا اكتر. النهاردة الموضوع مهم طبعا، زي ما انتوا كلكم عارفين انا طالعة بتكلم عن تجارب شخصية، عن حاجات حصلت معايا بشكل شخصي، وده اللي بيدي للقناة قوتها وبيدي للمحتوى مصداقيته وانه يكون فريد من نوعه. ايه اللي حصل بقى؟ كيف تجذب كل ما تتمناه لهذا العام بقوة الكلمة وطاقة الكلمة؟ في البداية عايزة أقول لكم، أو هقول لكم بالفعل الحاجات اللي أنا جذبتها من كلامي بس، وإيه اللي حصل، وإزاي كانت السنة دي أو سنة 2022 من أكتر السنوات الفارقة في حياتي، وإيه اللي أنا قلته خلى كل ده يحصل. ركزوا معايا ويلا نشوف الفيديو من أوله لآخره. تنويه بسيط بقى كده للناس اللي دايما تاخد الموضوع من منظور ديني، الناس اللي دايما تشكك، الناس اللي دايما تنتقد، الناس اللي دايما تهاجم. بنوه كل مرة وبقول، تسموه قانون جذب براحتكو، تسموه تفاؤل طبعا، إيمان بالله أكيد، تفاؤلوا بالخير تجدوه، الاستحقاق، اليقين بربنا، كل ده نفس المعنى. فالناس اللي بتستاء من كلمة قانون الجذب وبتقول دي حاجة مش في الدين، فإحنا كل كلامنا بالروحانيات، كل كلامنا عن ربنا. دايما أحب أنوه إن اللي أنا بقوله لا يتعارض مع الدين، لأن إحنا مش بنطلع نقول إحنا هنتكلم عن خرافات أو هنتكلم عن سحر أو هنتكلم عن شعوذة، ابدا مش ده اتجاه قناتي لكل اللي متابعني من اكتر من 3 سنين. ده كان تنويه بسيط جدا. انا هتكلم عن تجربتي الشخصيه، انا واحده بطلع اتكلم عن تجربتي الشخصيه زي ما هي، بطلع اقول لكم ايه اللي حصل معايا. اتجوزت بقول، اتطلقت بقول، استقلت بقول، اخدت وظيفه جديده بقول، نجحت بقول، ما نجحتش بقول. فهنا ده اللي بيدي للقناة مصداقيتها وبيديها قوتها، ان انتي تبقي طالعة شايفة تجربة شخصية قدامك. ده كان تنويه بسيط جدا علشان نبقى بادئين بداية كلنا متفقين عليها. ايه بقى قانون الجذب بقوة الكلمة ده؟ دايما ان انا اقول لكم خلوا بالكم من كلامكم. في كلام اتقال او انا قلته، الكلام ده انا جذبته. للتوضيح، مش اي كلمة اقولها اعرف ان انا هجذبها. قانون الجذب او تحقيق الامال او الاستحقاق العالي او اليقين زي ما احنا بنقول في الدين، ده بيجي من حاجتين. اول حاجة الطاقة، تاني حاجة السعي. ما ينفعش ابقى قاعدة واقول انا هترقى، ما ينفعش ابقى ما بعملش اي حاجة في حياتي واقول بكرة افضل. بكرة أفضل لو النهاردة أفضل، لو أنت زرعت زرعة فبالتالي من المتوقع أن أنت هتقطفها وهتهتم بيها بكرة، لكن أنت ما زرعتش الزرعة وجاي بكرة أنا مستني بكرة أفضل. ضحكوا علينا، ده خرافات بيكذبوا، مفيش حاجة بتتحقق. هنا يبقى أنت ضحكت على نفسك. نيجي بقى لفيديو كنت عاملاه 2022. الحقيقة ان انا كنت عاملاه في 2021، وهو كان اهم قرارات تاخدوها لبداية السنة الجديدة. الفيديو ده انا اتكلمت فيه كلام ما كنتش اعرف ان الكلام ده هيتحقق، وعملته ونسيته. علشان كده دايما بقول لكم ارجعوا لفيديوهاتي اللي قبل كده علشان تعرفوا الشخصية بتاعتي او تعرفوا الدنيا ماشية ازاي معايا في المحتوى اللي انا بقدمه. اول حاجة قلتها
وهعلمكم ازاي تكتبوا فيجن بورد في اخر الفيديو، وهكتب الحاجات اللي انا نفسي احققها كمان السنة دي، وبرضو ارجع معاكم السنة الجاية لو ربنا ادانا العمر جميعا واقول لكم انا عملت ايه. السنة اللي فاتت قلت لكم اول حاجة السنة دي هتكون سنة القرارات المهمة، عام السعادة والخير والفرح وتحقيق الذات وتحقيق الأحلام وتحقيق الأمنيات يا رب. وأنا حاسة أن حتى على الصعيد الشخصي هيكون عام القرارات المهمة، فهرجع أفكر نفسي تاني بعد نهاية السنة بالفيديو ده وأشوف فعلا إيه هي القرارات المهمة اللي تم اتخاذها السنة دي. كلمة واحدة بس قلتها وكنت ساعتها في موقف ضعف وفي موقع ضعف الحقيقة، واللي حصل ان اتخذت قرارات من اهم القرارات في حياتي. اول السنة كان قرار استقالة من مكان، كان قرار صعب ما لقيتش فيه الدعم، انا سايبة او عملت فيديوهين عن الموضوع ده مش هتكلم فيه تاني، ما كنتش مرتبة خالص للموضوع ده. تاني قرار كان قرار انفصالي، والقرار ده مش قادرة اقول لكم من اكتر القرارات الصعبة اللي انا اخدتها في حياتي، لان قرار الجواز مش انا اللي اخدته. يعني احنا دايما واحنا صغيرين بسأل بابا وماما وعم وخالتي وخالي، لا ده ابن حلال، لا ده كويس، يلا نتجوز، ده هما اللي قالوا لي. فلما انا اخد قرار ليه تبعات مش على نفسي بس، ولكن تبعات على اسرة، فبدأ القرار بكلمة. دي كانت اول حاجة او اول حاجتين حققتهم من كلمة واحدة بس. تاني حاجة كان شكلي، وانا بعمل ريفليكشن على شكلي، لا الحقيقة ان انا اتخذت بعض القرارات الصحية. طبعا كان شكلي مبين مختلف شوية، ولكن انا بعمل ريفليكشن على شكلي لقيت ان انا بشرتي مختلفة، انا عملت حاجات كتير لشكلي، لبشرتي، اهتميت بحاجات كتير. يمكن المنطقة اللي هنا برضو من المناطق اللي انا لسه بشتغل عليها، مبين الاختلاف في الفيديو. برضو كل سنة بعمل لكم فيديو عن ازاي انا بهتم بجمالي، ازاي انا بختلف، الشكل نفسه بيختلف، اتمنى ان هو يكون للافضل، ولكن الافضل ليا انا. انا اسفه لو انا مش طالعه اخد راي حد في شكلي، ولكن دي حياتي انا. فعلشان كده دايما اقول لكم لازم leveling up journey، لازم كل سنه تتخذوا قرارات صحيه. الموضوع مش سهل ان انت تبدا جيم، انا بدات جيم لسه وزني زايد، ولكن واحده واحده، ونكتب ده للعام القادم ونشوف هنعمل فيه ايه. ولكن مهم جدا ان انت كل سنه تكوني حاطة نفسك في الخطة ازاي تهتمي بشكلك وبجمالك وبجسمك وبصحتك، لان الحاجات دي بتنعكس على استحقاقك، بتحسي ان انتي تستحقي الافضل فبيجيلك الافضل. وهو ده جزء كبير ومهم جدا من قانون الجذب، ان انتي تكوني حاسة ان انا استحق، مش هتحسيها غير لو عملتيها. فدي تاني حاجة. تالت حاجة حققتها بشكل غير مباشر، العلاقات. كلمة قلتها لكو في الفيديو، كنت بتكلم عن السوشيال ميديا، كنت بتكلم عن موقف حصل معايا لما بعت لناس كتير عندي. انا صدقوني نسيت الموقف ده، صدقوني نسيت كل حاجة، ما افتكرتوش خالص خلال السنة، ولكن قلت انا لازم اعمل فلترة لعلاقاتي. ناس الدايرة الموجودة حوالينا، الحقيقة دخلت على بعض الأصدقاء عندي على الصفحة الشخصية بتاعتي اللي عليها الأصدقاء وبعت لهم، فبصيت لقيت يعني أنا لازم أقف هنا، أنا لازم أقف وأفكر هو ليه ده بيحصل، أنا لازم أقف حتى وإن احترمتكم، بس أنا بحترم نفسي أكتر. الحقيقة عايزة أقول لكم إن السنة اللي فاتت كان عام بائس شوية في حياتي، لأن طبعاً كان الكوفيد، كان الشغل، كنت لسه راجعة من سفر من بلدي الأم مصر، وببدأ حياة جديدة في البلد هنا اللي أنا عايشة فيها. أيوة كنت عايشة فيها من فترة، ولكن كنت ببدأ من الصفر، علاقات كتير فقدت، صداقات كتير فقدت، كان في نوع من أنواع الوحدة، وما كانش العلاقات متواجدة غير من على السوشيال ميديا.
فقلت انا لازم ابدا ان انا افلتر العلاقات بتاعتي كلمه قلتها ولكن التبعات مش طبيعيه مش طبيعيه. حاجه انا استحضرتها وكان نفسي فيها ان انا الاقي علاقات صحيه في حياتي، ان انا الاقي علاقات متوازنه، وجس وات بعد الانفصال مش قادره اقول لكم كميه العلاقات اللي انا بداتها او رجعتها، لان بسبب كان ظروف الزواج كان مفيش علاقات خالص. مش قادره اقول لكم ايه اللي حصل. عايزه اقول لكم ان السنه دي اول سنة في البلد اللي انا عايشة فيها اعمل عيد ميلاد واجمع ناس، صحيح هم الناس المقربة قوي قوي بس، ولكن الموضوع كان ايه ده، قد ايه العلاقات مهمة، قد ايه حاجة كان نفسي فيها وبتمناها وما بتحصلش حصلت. هي حصلت لي انا ما كنتش عارفة، ولكن دلوقتي عرفت ان كان كلمة قلتها، موقف حصل، نية عندي وطاقة عندي حطتها في الفعل، فالموضوع جه حطتها في الفعل. علشان كده بقول لكم اسعوا دايما، الموضوع جه. ما تتوقعيش ان حد هيتصل بيكي ويطمن عليكي، ما تتوقعيش ان حد هيسأل عليكي، ما تتوقعيش ان حد هيسأل على ولادك، ما تتوقعيش ان حد هيسأل على حالتك النفسية والمادية والجسدية. ولكن انتي ابدأي، انتي اغرسي في الارض الزرعة وسقيها، فبالتالي هتطرح. وهو ده اللي حصل معايا. لو عايزة علاقات، لو عايزة صداقات، ابدأي بنفسك اولا. نيجي بقى لأهم كلمة انا قلتها في الفيديو، وهي انا اؤمن بالتدابير الالهية جدا. انا طبعا شخص مؤمن بربنا جدا جدا، ومؤمنة بالتدابير الالهية ان هي لمصلحتنا، ومؤمنة بالاختيارات الالهية. اي حاجة تعتقدي فيها بتحصل، انتي هتستقبلي اللي ربنا عايز يدهولك بدون اي طاقات خارجية. اؤمن بان ربنا هو اللي واضع الخطة الامثل لحياتك. الكلمة دي انا قلتها وبعدين عمري ما كنت اتصور، وعمري ما كنت اتوقع ان انا اطلع واقول الحقوني انا جذبت انفصالي. في حاجات الانسان بيبقى فاكر ان هو اللي ليه يد فيها، او انا اللي اخدت القرار. لا، انا عمري ما كنت اخد القرار. روحوا شوفوا الفيديو علشان تفهموا كلامي. انا عمري ما كنت اقدر اخد القرار لو كان ربنا ما ادانيش الاشارات واداني العلامات. اللي ما بدأتش غير لما برضو عملت شغل على نفسي، وضحته في فيديو انا جذبت استقالتي. كنت كمان بتبع حدسي، مهم ان انت تتبعي حدسك، وحسيت ان في حاجة غلط. هنا الرادار يبدأ، يعني اللمبة الحمراء تنور، فتعرفي انا لازم اقف هنا. وده اللي حصل. علشان كده ربنا ما بيساعدش حد ما بيساعدش نفسه. فبدأت ان انا عايزة اساعد نفسي، فربنا وراني اتفضلي الاشارات اهي، العلامات اهي، عايزة تعملي ايه، القرار بتاعك دلوقتي. بس كان نابع من ربنا ومن التدابير الالهية على اختلاف دينك. انا مؤمنة ان كلنا عندنا جانب روحاني بنلجأ له وبنحتاج له وبيدعمنا. برضو كمان حاجة خاصة بالسوشيال ميديا انا قلتها وما كنتش عارفة ان انا همشي فيها بالشكل ده، لان انا كنت بشارك معاكو تجربتي مع الفيسبوك وقناة اليوتيوب والحاجات دي كلها. لما اتكلمت معاكو عن السوشيال ميديا والمقارنات والكلام ده كله، فمن هنا تضارب المفاهيم ده كله، احنا اللي بندفع ثمنه، ومعتقداتنا وافكارنا ونفسيتنا بتتشوه. فعلشان كده خليكي حريصة في استخدام السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا دلوقتي بقت مضللة. بدأت ان انا ارتب اولوياتي كصانعة محتوى، او اي واحدة فيكم بتصنع محتوى هي عارفة كمية المعاناة اللي الواحدة بتعانيها. وانا كنت بحاول ان انا اكون متواجدة على الانستجرام، على الفيسبوك، على اليوتيوب، على الجروبس، على الكلام ده كله، ولكن اكتشفت ان انا اسفة، انا مش عايزة كل الناس تشوفني،
انا مش عايزه يبقى عندي فانز، انا مش عايزه يبقى عندي مليون، ولا عايزه يبقى عندي الف، ولا عايزه، مش عايزه اي ارقام خالص. ولذلك مش دي من الحاجات اللي انا حطيتها كتارجت للقناه. ما قلتش السنه دي هحقق ال 100 الف، ما قلتش اي حاجه، سبت الموضوع مفتوح. ولكن ما بقتش اكون متواجده على الانستجرام زي الاول، ما بداتش ان انا اكون متواجده على الفيسبوك، وقفت نشاطات الصفحه، بقت نشاطات شخصيه فقط. وقلت انا هكون متواجده هنا على اليوتيوب فقط، انا مش عايزه كل الناس تشوفني، انا عايزه بنت تطلع تقول لي انا المعلومه اللي انت قلتيها او التجربه اللي انت قلتيها اثرت فيا، كويس ان انت لفتي نظري للموضوع ده علشان ما كنتش عارفه اعمل فيه ايه لما حصل معايا، حكيت معاكوا عن تجربه الطلاق، عن التعلق، عن قانون الجذب، عن انت مش ام الراجل، عن طاقه الانوثه، عملت حاجات انا عايشه فيها. فبرضو دي من الحاجات اللي انا ما كنتش مرتبه لها خالص، ولكن وقفتها لما حد كان بيشتغل معايا كان بيظبط لي وبيعمل لي المونتاج للقناه بتاعتي، يعني كان من معارف الطرف اللي انا كنت مرتبطه بيه. طبعا العلاقات اتقطعت بالطلاق، فانا يعني ما اكذبش عليكم ان انا زعلت، لان كان حد شغله حلو قوي وشكرا لكل شيء عمله لي. ولكن قلت يمكن دي فرصتك ان انتي توقفي وتشتغلي على نفسك اكتر، وتعرفي ان انتي مش مطالبة ان انتي تبذلي مجهود زائد علشان ترضي حد، اهم حاجة ترضي نفسك. ودي موهبة انتي بتعمليها بتفيدني في حياتي وبتفيد غيري، فليه لا. دلوقتي بقى نيجي للجانب الهام جدا جدا في الفيديو بتاعنا النهاردة. دلوقتي كلنا شفنا تجربة عملية، واحدة طلعت قالت كلام، الكلام ده اتحقق، ايه الموضوع ده؟ ده فيلم رعب، كل واحد يخلي باله من كلامه او نخرس احسن. لا انا مش طالعة اقول كده. طبعا بعد ما شفتوا محتوى الفيديو انتوا عرفتوا ازاي الكلمة تكون صائبة وتكون فعلا طالعة علشان تغير حياتك لو امنت بيها. فهنا قبل ما اقول لكم انا هكتب ايه، نفس الكراسة النوت بوك اللي انا طلعت بيها السنة اللي فاتت هي هي اللي معايا، لان عايزة استحضر طاقة السنة اللي فاتت، لان عايزة احقق حاجات تاني السنة دي بفضل ربنا طبعا عليا. فاول حاجة عايزة اقولها لكم، استحضروا النية دلوقتي اول حاجة. تاني حاجة الطاقة، استحضر الطاقة، طاقتك عالية، طاقتك ايجابية. ثالث حاجة حطها في الفعل، يعني أبدأ إن أنا أعمل خطة علشان الحاجات دي تحصل. أنا في حاجات هشاركها معاكم دلوقتي، أنا عايزاكم كلكم تكتبوا في التعليقات إيه اللي أنتوا عايزين تحققوه السنة دي 2023، وعايزاكم ترجعوا السنة الجاية وتقولوا لي أنتوا فعلا جذبتوا الحاجات اللي كتبتوها ولا لأ، فعلا الحاجات دي والكلمة قوة الكلمة أثرت معاكم ولا لأ. مهم إن الحماس يخرج من جواكم. وعايزة أقول لكم إن الحاجة أو المقولة فعلا اللي غيرت حياتي، لأن حسيت إنها تنطبق عليا قوي، وهي ما تبحث عنه يبحث عنك. ما تخافش، عايز تبقى ناجح، النجاح بيدور عليك، بس انت دور على الطريق. عايزة تتجوزي، شريكك بيدور عليكي، بس افضلي اشتغلي على نفسك. عايزة جسمك يبقى حلو لنفسك، لنفسك انتي، لنفسك. ابدأي حطي خطة، ابدأي روحي جيم، ابدأي تواصلي مع مختصين. اهم حاجة ان انتي يبقى عندك النية والطاقة والفعل فقط لغير. دلوقتي انا من الحاجات اللي انا بستحضرها معاكم كل سنة، واعتقد ان انتوا شفتوها معايا على مدار السنين، اول حاجة الشكل والجسم من الحاجات اللي انا عندي حاجات عايزة احققها السنة الجديدة. طبعا مش هكتب هي ايه، هحتفظ بيها لنفسي. تاني حاجة المكان اللي انا عايشة فيه وكنت كتباها في الكراسة السنة اللي فاتت، ان المكان انا عايزة اغيره لان مش مناسب ليا، اتمنى الموضوع ده يحصل معايا. تالت حاجة عايزة انمي العلاقات بتاعتي اكتر،
لان العلاقات مهمة جدا جدا بعد التجربة اللي حصلت. لو ما كانش معاكي support system، ما كانش معاكي حد بيحبك، ما كانش معاكي حد مؤمن بيكي، مش هتعرفي تقومي. العلاقات مهمة جدا جدا، دي من الحاجات اللي انا عايزة احققها. رابع حاجة، في حلم كان بسعاله ولكن كل سنة بيكون موجود على جنب، ما بيروحش في مكانه الصحيح، يعني it goes nowhere. نفسي السنة دي ان انا احط البداية لي، مش هقول ايه هو، ولكن السنة الجاية هطلع واتكلم معاكو واقول لكو ايه هو، وهخلي الورقة دي قدامي. رقم 5، موضوع انفصالي، في اوراق وفي حاجات معلقة شوية، فبرضو بتمنى او هسعى ان اشتغل على الموضوع ده، وهقول لكم ايه اللي حصل معايا السنة الجاية. فكده انا معاكم في 5 حاجات مهمة جدا. هديكم هنت بسيط عن رقم 4، حلم وظيفي، ماشي كده. دي الحاجات اللي انا كتبتها، اكتبولي في التعليقات عايزين تعملوا ايه السنة دي. ما تكونش حاجات مش منطقية، ولا انا عايز ابقى ملياردير، بالراحة ممكن تبقى اي حاجة انت عايزها، ولكن هي خطوات، هي واحدة واحدة، هي رحلة، هي رحلة مختلفة. في حد بينجح على 60، في حد على 70، في حد على 80، في حد من 20. فانت ما تعرفش رحلتك مخبية لك ايه. اللي نجح من 20 ممكن يفلس ويبدأ تاني في 50. هي رحلة وهو طريق، ملوش علاقة بوقت، ملوش علاقة بسن، ليه علاقة بيك انت. كل سنة وانتوا طيبين، يا رب نودع السنة دي بكل الخير، ونستقبل السنة الجاية بفرح وبقلب، ويا رب كل اللي نفسه في حاجة تتحقق. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.